معركة الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء الكامل على التنظيمات الإرهابية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية. التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية بريف دمشق وبأمر من رعاتها وداعميها الدوليين والإقليميين احتجزت أهلنا في الغوطة كرهائن ولم تتوقف عن خرق نظام التهدئة واستهداف المدنيين في أحياء دمشق وريفها برمايات الهاون وأعمال القنص، بالإضافة إلى مواقع وحدات قواتنا المسلحة، مما استدعى رد وحدات من قواتنا المسلحة بدأت ومنذ يومين وخارج أوقات الهدنة المحددة بتوجيه ضربات بالنار والقوات على مقرات ومناطق تواجد الإرهابيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، واستعادت السيطرة على أوتايا، حوش الصالحية، حوش خرابو، النشابية، حزرمة، كتيبة الدفاع الجوي، فوج النقل، مزارع العب، بيت نايم، وتل فرزات، وتقدمت على أكثر من اتجاه وطهرت العديد من المزارع والبلدات على اتجاه حرستة ودوما، كما تم القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير عدد من المقرات والخنادق والأنفاق والتحصينات والعتاد للمجموعات الإرهابية. وتم ضبط مقرات متزعمي المجموعات الإرهابية في النشابية تحوي سجلات ووثائق توثق أعمالهم الإرهابية على مدى سنوات، كما تم العثور على أسلحة وذخائر الجيش العربي السوري يؤدي واجبه الوطني والدستوري ويلبي الرغبة الشعبية للسوريين، وهو لن يخذلهم أبداً.